المشاعر والتعبير عن الفرحة. بص هقول لك على حاجة، مفيش نادي في العالم طول حياته خد البطولات كلها. لازم بيحصل ان بيجي لك وقت ما بتاخدش كاس مصر، كاس انجلترا ما باخدوش، باخد ال الدوري الانجليزي، باخد الدوري الالماني، مفيش بيفضل ممكن تكتسح البطولات دي اللي هي بطولة الدوري لمدة 6-7 سنين ورا بعض. أيوة. ده تقدر انت تكون السكواد بتاعك والشكل الاداري بتاعك والدنيا كلها منتظمة جدا، بتلعب على صعيد الفوز وصعيد التتويج دايما، والمجلس الادارة بتاعتك او المؤسسة بتاعتك بتوفر لك كل حاجة. دايما انت كنت بتتكلم على توفير الامكانيات للسنة الجاية بمطالب جماهيرية، بلعيبة بتخش جنب اللعيبة وبتعمل شكل قوي جدا في كل المراكز. والأندية الكبيرة اللي هي بتحتفظ بالبطولات وكلام، لازم في كل مركز تلاقي عندك لعيب أو اتنين أو تلاتة في نفس المركز وبنفس القوة. أيوة. فبيعمل حالة تنافس وبيعمل لك حالة ثقة للجهاز الفني اللي معاك إن هو وأنت رايح تلعب أي مباراة بأي شكل من التشكيل. وده كان بيتوفر في سنين كتير قوي أيام ما إحنا لعبنا. أيوة. وأيام اللي بعدينا أيام صحيح. مانو جوزيه كانت لعيبة مصر كلها بتتمنى أن يكون موجود في النادي الأهلي، واستطاع مجلس الإدارة أنه يوفر الشكل ده. عشان كده كان عندك بطولات كبيرة جدا بالخمسة والستة في السنة، وما كانش فيه منافس الحقيقة ليك قليل قوي، وفي نفس الوقت خسرت برضو الدوري. أيوة. لو تفتكر مانو جوزيه لما جه أيوة أول دوري ما خدوش. فهي مش قصة أن أنت بيروح منك دوري أو يو مس يعني أنت بيفوتك دوري فاتك دوري انما في القطر شغال وماشي على يعني نفس الوهج نفس التألق انك انت رايح منك دوري ورايح تلعب كاس عالم أندية سوبر افريقي جديد وسوبر افريقي سوبر افريقي 24 سبتمبر ان شاء الله، ومتهيألي ليه سوبر مصري كمان ده متأجل من السنه اللي فاتت. متأجل من السنه اللي فاتت معاك ثلاث بطولات لسه هتبتدي بتلعبهم. مين اللي هيلعب الثلاث بطولات دي؟ البطل. صحيح. البطل هو اللي بيلعب الثلاث بطولات دي. مظبوط. هو اللي بيمثل الكره المصريه في هذا الشأن. صحيح. فلا لا يفوتك خدت بالك غير انك انت يعني راح منك دوري في ظروف كلنا عارفينها، تلاحق اصابات ودخول لعيبه وخروج لعيبه، واللعيب حتى اللي بيكمل معاك بيتعور وبيطلع لعيب تاني من جنبه، فكان عندك ظروف كلها ممكن تسمح لك ان فعلا يفوتك دوري. صحيح. مش مشكله يعني. صحيح.